طب قولي لنا ايه سبب نجاح تتر نيلي وشريهان؟ تتر نيلي وشريهان طبعا اللي عمله البرودوسر هشام هشام جمال، لانه هو هيز فيري تالنتد برضه، هو اللي عمل اللحن وهو اللي عمل الفكره بتاعته، و ات واز يعني سايع منه قوي انه عمله ان هو عمله زي الفوازير، لانه المسلسل اسمه نيلي وشريهان. اوه ياه، فاهمه؟ اندرستاند افري سنت. ايوه، وبرده نيلي وشريهان، بس لازم نعمل يعني وقفه عشان نتكلم على نيلي وشريهان في حاجات كتير، زي انه كانت اجمد حاجه انه انا وايمي كنا مع بعض طبعا، وكمان ان المخرج مش طبيعي احمد الجندي، هو شاطر قوي ما شاء الله. كمان الكرو بتاع التاليف كله كله الكرو بتاع التاليف كله المؤلفين كانوا كلهم تحفه. اكتر برضو كمان الميوزك مادي اللي كان عامل الميوزك، يا مدودي مدود المدود، بس فكل الناس مصطفى خاطر بقى وفيديو وحمدي وثروت ومدام سوسو سالو خطاب وبيومي، كل الناس كانت جامده قوي. احنا بنحييكي قوي قوي على نيلي، يا نيلي وبتاعتها جامده نيلي. نرجع تاني بقى يا دنيا، وعايزين نروح لطير انت. عامل لك سبع شخصيه. لا الشخصيه اللبنانيه. تكلمينا عن مسلسلك الجديد بالشخصيه اللبنانيه او مسلسلنا. ايوه مسلسل. بقول لك يعني انه هيدا مسلسل راح يكون باذن الله، باذن الله كثير مهم ان شاء الله، باذن الله، لانه هو يعني قصته جديده على الناس، وبتمنى يعني انه انت اكيد ملبوسه يا دول. لا ما تقوليليش كده. هيدا شيء ما بيصدق. شو يعني ملبوسه؟ كيف يعني؟ يعني عليك عفريت شخصيات اكيد. ولك هيدا وشي حلو يعني. اه ما شاء الله طبعا. ايه باذن الله. بليز كيف العفريت جواي. طب يا دودي ممكن بقى تسمعينا تتر نيلي وشريهان؟ ماشي يلا. بابا بابا بارارارا بابا بابا بارارارا بابا بابا بارارارا بارارارا تكتك بقى تكتك تكتيك واحسبها كويس خليك عارف ان حياتنا بسيطة وان الدنيا دي رسومات شيك اختار الوانها بتأني سيبك من الاسود والبني خليك في الالوان الفاتحة تلقى حياتك تضحك ليك تك تك اهدى في ناس عايشين عالفول والطعمية سنين ناس تعبانة وطفحة الكوتة لكن بعشتهم راضين دنيا فلوس في فلوس في فلوس قالوا ان المنحوس منحوس يقعد يجري ويجري ويجري ويعلقوا على راسه فانوس يوم ورا يوم ولحد ما يكملوا 30 يوم ترارا ترارارا وما بين عيشة قصر وبدروم هتشوفوا حكاياتنا واحلامنا وحسكوا عنكم حد يقوم اوعوا تروحوا شمال ويمين لغز وحدوتة واغاني كمان افطروا حلوا وقعدوا يلا استنوا نيلي وشريهان الله طيب يبقى اوعوا بقى تروحوا شمال ويمين وخليكم قاعدين مستنيين وهنرجع لكم على طول بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه معانا ومنورانا نجمتي المفضله واكيد نجمتكم المفضله انتوا كمان دنيا سمير غانم. ميرسي قوي.
عايزه اقول حاجه قلتها لك في الفصل، بس عايزه ارفعي للناس الورقه اوري لهم الكاركتر الفظيعه دي. يا خلاصي يعني عايزه تتبظ فعلا بجد والله. طب ممكن تدلعيني شويه دودي قبل ما نكمل زي ما بتقعدي تقولي لي؟ ما لازم تتبظي تتبظي. ودي اسمها ايه؟ نمسكك ونشفطك كده. الزليزه؟ الزليزه. الزليزه دي كلمه من اختراع ايمي، عشان بس هي المخترعاها الكلمه. وده نوع من انواع الدلع اللي طول ما احنا في التصوير فدودي تمسكنا بقى تتبظي والزليزه، فتخيلوا بقى الاعمال الحلوه دي بتطلع من الروح الحلوه دي. اتعلموا. طب هنلعب شويه يا دول. بليز. ماشي؟ عندنا لعبتنا دلوقتي اسمها كلمه ونص. هنسالك اسئله وترد علينا بكلمه ونص. قولي لنا ايه اول حاجه حبيتيها في رامي؟ وطبعا لازم الاول نسمع له تحيه كبيره كبيره كبيره. اول حاجه؟ يعني ينفع اقول حاجتين؟ قولي حاجتين طبعا، ثلاثة أربعة. ده رامي ودي دنيا، نقول ايه؟ ثقته في نفسه ونظرته ليا. ايه اكتر حاجه بقى مش عاجباكي فيه؟ يعني فكره ان هو مثالي، عايز كل حاجه تبقى ماشيه صح قوي. فما فيش كده يعني، ما ينفعش. بس برضه هو عسل. لا هو عسل طبعا، ما حدش يقدر يتكلم. طب قولي لنا. في حاجه برضو من رامي بتضايقني. إيه؟ وبتعمل معانا مشكله، بس هي الحمد لله بتحل شويه. لما بيتخانق معايا ساعات بيقوم قايل لي في وسط الكلام كلام لغه عربيه. فانا بضحك، فاهمه؟ بقول له انا، تقول لي الكلام ده خارج سياق مثلا يعني. خارج سياق موضوعنا حاجه كده يعني. كلمه ده المذيع اللي جوايا يا حبيبي. ايوه فاهمه. فانا طبعا ما ينفعش حد يتخانق معايا يقول لي كلام بجد. ما بعرفش يعني، فبضحك بقى. هي دي يعني حاجه بتضحكني الصراحه. ربنا يخليكوا لبعض. ربنا يخليك. طب قولي لنا ايه اكتر مسرحيه بتحبيها للفنان سمير غانم؟ كل المسرحيات. واحده ينفع اقول مثلا؟ اربعه. واحدة. شو انت قلتي؟ قولي براحتك. قولي براحتك، مش عارفة. الشرير قولي براحتك. انا عايزك تقولي سبعة. ايوه. انا بعشق المتزوجون. موسيقى في الحي الشرقي. اخويا هيسون اللايس. فارس بني خيبان. دول يعني عشان قلت، بس بحب اكتر كمان من دول، بس هم دول يعني عشان قلت اقول اربعه بس. يعني هم كلهم حلوين. وتحيه كبيره للفنان الكوميديان العظيم الكبير استاذ سمير غانم حبيبي. قولي لنا ايه الصفه برضو اللي في امي او في والدتك استاذه دلال تحبي ان انت تغيريها فيهم؟ بصي هقول لك حاجه، انا كبني ادمه بحاول يعني في الوقت اللي انا فيه دلوقتي ان انا اشتغل على نفسي في حاجه في شخصيتي، يعني هي الحمد لله موجوده فيا ومتعلماها من بابي ومامي قوي، ان انا نفسي ابقى دايما بتقبل الناس زي ما هي. يعني بحاول كل ما الاقي حد في حاجه بتضايقني احاول اكسبتت، يعني احاول اتقبلها. هو اتخلق كده خلاص، فهو كده وانا كده تمام. عشان نعرف نكمل، لان ممكن وارد مثلا تشتغلي مع حد يبقى هو دماغه مختلفه عنك، يبقى هو شخصيته مش تبقى الانرجي بتاعته مش قادره تستحمل. يعني بيحصل لنا انه ان انت يعني ممكن تشوفي حد ما تقبليهوش عادي. صح. بس انت ما دام احنا دلوقتي تربينا في عمل معين مثلا، او يعني خلاص بقينا مع بعض في حاجه، لازم تقعدي بقى تدوري على ازاي هتتقبلي البني ادم. فانا بقيت يعني كمان بشوف يعني مامي وامي مثلا ممكن يبقى فيهم حته عصبيه شويه. بس انا بحبها يعني، ما بتضايقش يعني. ايمي عصبيتها بتضحكني، مامي عصبيتها بتضحكني، الاثنين لما بيتخانقوا مع بعض هتسخسخي يعني، فاهمه؟ بيعملوا ازاي مثلا؟ مش عارفه اشرح لك، بس خناقاتهم بتضحك يعني. ممكن لما ايمي تجيلك بقى ان شاء الله تحس ان هي سنه كوميدي كده جدا، تبقى كوميدي بس هم واخدين الموضوع جد. بس وبجد وبيبقوا يعني ما فاهمه بيزعقوا وبتاع وفي مشكله، وبتبقى عاده اغلب المشاكل على كلاب ايمي. فاهمة؟ يعني لحد دلوقتي مش مشاكل كلاب ايمي، يعني ايمي اتجوزت وسايبه الكلاب برضو في البيت عند اهلها. وبتدافع عنهم. وبتدافع عنهم. طب قولي لنا يا دنيا، لو انت ما كنتيش ممثلة كنت تحبي تبقي ايه؟ مدرسة أطفال. أنا قلت نقعد بقى كده نلعب وفاهمة نغني في الطراوة، ارسم الهرم وارسم البحر بالظبط، وشكرا روحت كده الميس. الله قبضت. بالظبط كده. قولي لنا لو طلع لك جني وقال لك اتمني امنيه واحده، تتمني ايه؟ قريت اكسرسايز كده في المديتيشن انه انت ينفع ترجعي
بالزمن لورا، تروحي في الزمن، بتتخيلي ان انت بتركبي اسانسير وبتدوسي على مثلا سنه 1964. بجد والله ما جربتوش عشان خفت اروح ما ارجعش. والله فعلا خفت اعمله، لانه افرضي تلعب بجد. لا ما تخافيش، احنا الفقره الجايه هنرجعك بقى بالمديتيشن دوت، بس ايه يعني من غير اسانسير ولا اي حاجه. هنرجعك كده بالزمن وترجعي تاني عشان تعرفي بس اللي خاف عليك. بس انا شفت بنت ما رجعتش، مش ما رجعتش يعني، حكيت لي ما اعرفش بتشتغلني ولا لا. يا اكيد يا دنيا انت غلبانه قوي، يعني ايه واحده رجعت بالمديتيشن؟ والله انا بقول لك بجد، قالت لي ان هي عملت اكسرسايز، وهي ومامتها كانوا بيتمرنوا كتير جدا مع بعض، وبعدين هي عملت اكسرسايز طلعت بره الارض، يعني بقت شايفه الارض وما عرفتش تطلع، لولا ان هي ومامتها كونكتد او يعني في لينك ما بينهم. بعتت لمامتها وما راحت جايباها. شفت امه، شفته واخته شادبه. لا دول بيسرحوا بيكي، وكانت هي بس متعشيه بساره فالخيال عندها عيني. سمعت كده والله، لازم اعرفها بنتي والله. كانت اللي هنوديها ورا الشمس بقى تروح. قولي لنا يا دنيا، هقول لك اربع كلمات وتختاري منهم واحده بسرعه جدا. بسرعه. ماشي. سينما، تلفزيون، مسرح، غنى. سينما. الله. اشمعنى؟ هقول لك انا ليه يعني. هتحللي لي حاجه شخصيتي؟ لا يعني اصل هقول لك، السينما هتقدري تعملي فيها كل الحاجات التانية. مين اكتر حد بتحسي ان هو مؤمن بموهبتك قوي؟ غيري. غيرك انت؟ عشان انا يعني ببصم. والله يعني الحمد لله في كذا حد في حياتي. اول حد الايمان الرهيب الشديد الفظيع والتشجيع اللانهائي يعني، بابي طبعا. ربنا يخليك. جدا. ومامي اكيد، وايمي جدا. بس بابي ما اعرفش، بحس في حاجه انا وهو كده، ما اعرفش زي بعض حتى في العادات اللي ليها علاقه بالشغل، ما اعرفش ازاي يعني. بس فبحس هو، ومن وانا صغيره هو على طول شايف فيا انه انا هبقى مطربه وهبقى ممثله، ويعني عمره في حياته ما قال لي حاجه تضايقني ولا كده ليه علاقه بالفن خالص. ومامي طبعا، بس مامي اكتر حاجه يعني، مامي البوزيتيفيتي بتاعتها بتطلع دايما، بتدعي لي دايما. ومامي دايما مركزه كمان في الحاجات المذاكرة، يعني اللي هو لازم تذاكري، لازم تبقي رايحة حافظة كويس قوي، لازم تبقي ملتزمة. الحاجات العملية في الشغل، عملية العلاقات مثلا بتاعة الشغل كده يعني. الحد اللي بعد كده بقى قابلته في حياتي، شفت الإيمان بتاعه بموهبتي جدا، هشام جمال. حقيقي يعني هشام من الناس اللي قابلتها في حياتي. كان عندي أحلام كتير قوي، الحمد لله بنحققها مع بعض يعني، واحدة ورا التانية الحمد لله. يا رب نفضل كده على طول. هو من الناس اللي بتشجعني قوي يعني. مثلا أنا كنت طول حياتي فاكرة أنه أنا مش هعرف أعمل الحاجتين دول مع بعض. يعني كنت عندي دايما إحساس بتاع أنه أنا لو يعني، أن إحنا دايما بنتقبل يا الممثلة يا المطربة، ما بقاش فيه يعني. بتلاقي دايما واحدة مثلا بتمثل لكن لما تيجي تغني ممكن ما تنجحش قوي. صح. او واحده بتغني تيجي تمثل ما تعرفش تعمل لك اعمال كتير مع بعض. بس هشام الحمد لله عرف يحقق معايا فكره ان انا يبقى عندي البوم، وان انا الحمد لله يبقى عندي فيلم او مسلسل كده يعني. ربنا يا رب كده. ثانيه اقول الحد برضو اللي مؤمن بيا جدا وتشجيع، وبالنسبه لي احب اقول لكل الرجاله يعني اللي موجودين، انه قد ايه لازم تبقى بتشجع مراتك بالطريقه دي، رامي يعني شيء يحترم عليه. ربنا يحميكوا لبعض، والله اكبر في عينين كل الحساد والنبي. ربنا يحميكوا يا ميرسي. كايلة قالت فيلولة وهي بتعيط وهي بتضحك. لا فيلولة مثلا انا بوديها النيرسري، اوديها الحضانه، فوانا ماشيه بقول لها ايه فيلولة لا اله الا الله، بتقول لي محمد صلى الله. وحاجة تانية والنبي من كايلة. حاجة تانية كايلولة عندها أي حد لابس، يعني أنت مثلا لابسة دريس تقول لك أنت عروسة؟ عندها أنت دلوقتي سيماء عروسة. أي حد لابس دريس يبقى عروسة. شايفاني رايحة بقى خارجة الشغل فنانة حاطة ميك اب، كان مامي عروسة يعني. عندها كده. ربنا يخليها لك. ربنا يخليك. بنبعت بوسة كبيرة لأحلى كيلولة في الدنيا، وهنروح فاصل ونرجع لكم تاني، استنونا.
ورجعنا لكم بعد الفاصل. والعسل السكر اللي مفيش زيها دنيا سمير غانم هتلعب معانا دلوقتي ماذا لو؟ هنسألك سؤال ونحط لك ثلاث صور اختيارات تختاري منهم، اوكي؟ أول سؤال، لو هترجعي بالزمن والمفروض إنك هتعملي دويتو مع مطرب من دول، يكون مين؟ اوكي. عبد الحليم حافظ ولا محمد فوزي ولا محمد عبد الوهاب؟ دويتو. هتغنوا مع بعض. يعني حاسه ان انا الثلاثه عايزه من كل حد حاجه، وينفع ابقى انا يعني عندي اكسبشن كده؟ لازم حد واحد بس؟ يعني مش عارفه، يعني عبد الحليم ومحمد فوزي الصراحه الاثنين نفسي اعمل معاهم دويتو. مين بقى فيهم؟ بس نفسي محمد فوزي يبقى البيست فريند بتاعي. هو تحسيه طيب كده قوي، وليه برضه في الاطفال وماما زمان جت. أيوة. هتمشوا مع بعض. ايوه بالظبط. يبقى الفنان محمد فوزي. لا برضه عبد الحليم برضه. لا لا لا، دويتو عبد الحليم. طيب معلش. خلاص انت اخترتي. ماشي خلاص، ماشي محمد فوزي. ماشي. السؤال الثاني. ماشي. لو اللي هتمثل قدامك في نيلي وشريهان حد غير ايميل عسل، تختاري تكون مين؟ اوكي. منى زكي ولا هند صبري ولا غدا عادل؟ طيب هي هند اوريدي، يعني هند بموت فيها اوريدي، جت في نيلي وشريهان. اوكي. كانت ضيفه، فعشان كده انا هستثنيها. شفتي الذكاء بتاعي؟ يا وعدي. اوكي. وغادة كان عندها مسلسل سكر زياده في نفس السنه. فخلاص. منى برضو كان عندها مسلسل، انا شكلي اهبل. ومنى جت. لا بس ما جاتش في نيلي وشريهان. ما انا قصدي جت في اللي قبلها، بس انت شكلك كده عايزه منى. يعني مش عارفه. يبقى منى زكي. طيب السؤال اللي بعده. عايزاكي ترتبي الاعمال اللي هتظهر دي بناء على احساسك بنجاحهم، ايه الانجح وايه اللي بعده، يعني لحظه ما هم نزلوا. اوكي ماشي. نيلي وشريهان ولا طير انت ولا قصه شتاء ولا الفستان البامبي؟ لا انا ممكن اشرح لك كل واحده كانت ناجحه في حته. اوكي. تحبي كده؟ اوكي. معلش. يعني طير انت مثلا كانت درجه نجاح انا ما شفتهاش في الافلام، يعني انه كنت بشوف مثلا التليفوني، كنت يعني حاطه التليفون والله العظيم بجد بلاقي الحمد لله يعني كل يعني ببقى عارفه ان اللي بيتكلم ده طالع من حفله سته، حفله تسعه، حفله ثلاثه، كده كده ما شاء الله ورا بعض. وكنت ما بدخل السينما بلاقي الناس كنت هتجنن ونفسي اصور جوه السينما، بتخبط برجليها كده بالكرسي من الضحك. الله. يعني فكان ده احساس فظيع في نجاح الفيلم ده الحمد لله. الحمد لله. الكامبين بتاعت الاعلان دي لفستان البامبي دي كانت يعني بالنسبه لي النجاح كان فكره انه مش سهل ان انت يعني كانت من اول الحاجات ان انت تعملي كامبين خيريه. صح. تنجح قوي كده، والكاركتر كانت ناجحه قوي مع الاطفال الحمد لله. فدي كانت ناجحه، يعني ممكن تزودي على نفس ستايل النجاح ده بس اكتر شويه كمان مع الاطفال ومع الكبار الحمد لله. نيلي وشريهان. نيلي وشريهان. قصه شتا كنت يعني كنتش متخيله انه اصلا الناس هتبقى ان انا بالنسبه لهم حد هيبقى مثلا بيشغلوه في العربيات بيسمعوه، ولا يعني فعلا ما كنتش بشوف نفسي كده، نفسي اغني وكده بس بقعد اقول لا اكيد يعني ممكن اغني مثلا جوه فيلم جوه مش عارفه ايه، لكن ان يبقى عندي اغنيه تنجح كده يعني الحمد لله وتبقى اعلى فيورشيب على يوتيوب، يعني كنت تاني مطربه على العالم كله، فده كان برضو الحمد لله. طب بما ان هم كلهم اعمالك فيعني عشان نعدي السؤال ده اختار لنا عمل واحد اكتر واحد حسيتي فيه لحظه نجاح ما تنسيهاش. ممكن نبقى اخر حاجه نيلي وشريهان. يبقى نيلي وشريهان، وتحيه لمسلسل. طب قولي لنا يا دودي، لو واحده من الاغاني دي كانت هتبقى بتاعتك تختاري انهي اغنيه؟ اوكي. يارا اغنيه انت مني. ولا نانسي عجرم اغنيه احساس جديد، ولا اليسا اغنيه لو تعرفوه؟ لا يارا انت مني. يارا. يبقى تغنيها لنا بقى. مش حافظاها والله بس انا بحبها. طب دلوقتي هم في الكنترول كلهم مصممين وعايزين يسمعوا احساس جديد. احساس جديد بقلبك بيزيد، بتحس وكلمه بتطلع فيا، انك عطول في مشغول، كتير بتشتاق لي وبتموت عليا، انا ما بدي تقل كلام،
بحبك هيدي الكلمة بتقتلني. الله الله. الله يا دودي ما شاء الله. قولي لنا يا دودي السؤال اللي بعده. لو هتعملي فيلم غنائي مع إحدى هذه الفنانات النجمات تختاري تكون مين؟ اوكي. سعاد حسني؟ الله يرحمه. ولا شادية؟ ولا صباح؟ انتوا بتحطوا ناس محيرة قوي. والله. طب ممكن اختار التلاتة بقى اقول لك كل واحدة لسبب؟ اعملي لي اكسبشن بقى لو سمحتي. أنا ما أقدرش أقول لدنيا لا. والله ما أقدر أقول لدنيا لا. أولاً سعاد حسني طبعا يعني اسطوره مش طبيعيه طبعاً. وفي حدث حصل يعني لسه هو حاصل لي من قريب جدا هو انه مهرجان منظمه الامم المتحده بيتكلم عن ابناء زمن الفن الجميل كل عيله منهم بتدي لممثل موجود من الموجودين دلوقتي يعني هم شايفين انه شبه النجم اللي من عيلتهم فعيله الفنانه سعاد حسني اختارتني انا وادتني التكريم ده فده كان شيء يعني بالنسبه لي كبير قوي قوي مبروك يا دودي يلا مبروك فده كان شيء فظيع يبقى نقدر نقول انك اخترتي سعاد حسني. لا ما انا هقول لك بقى حاجه ثانيه. بالنسبه لي الفنانه شاديه من الفنانات اللي يعني هي بتطلع حنيه وحب كده مش طبيعي، غنى تحفه وتمثيل تحفه يعني برضو خطيره مش يعني طبعا لو عندي فرصه ان انا اشتغل هبقى عايز اشتغل مع الثلاثه. بالنسبه لصباح فانا بعشق طاقة السعادة والدلع واللي هي بتطلع لا بالذات البوزيتيفيتي او الايجابية اللي هي انا طول حياتي بحاول ادور عليها هي موجودة فيها يعني يعني الست كانت بتعشق الحياة لاخر لحظة ف يعني انا والله العظيم مش بأفور بس بجد رامي بيحس ان انا متخلفة لما بسمع الاغنية بتاعت ساعات ساعات على البحر بعمل كده وغريبة والله من كتر ما انا بحبها فاهمة بحب الاغنية وبالاغنية بجد بحس ان انا عايزة اعمل كده يعني الأداء. فهو بيحسني يعني يعني فاهم متخلفة بس مش مشكلة عادي لا انت عسل يا دودي طب لو انت يا دودي اتولدتي في زمن الفن الجميل ولا اعتقد اصلا ان انت لسه عايشة ده بجد انت رجعت انا اكيد اكيد كنت موجودة قبل كده وجيت ولا مش عارفة بس بحس ان انا يعني ساعات بشوف امك بحس ان انا كنت موجودة زمان في الابيض واسود طب قولي لنا بقى لو انت كنت فعلا مولوده في الزمن ده وقدامك ممثل تحسي ان هو ده اللي هتبقي على طول بتمثلي قدامه اغلب افلامك أوكي. وهتنجحوا مع بعض ويبقى في بينكم كيمياء يكون مين؟ احمد رمزي ولا عمر الشريف ولا رشدي اباظه؟ ثلاثه يعني مش طبيعيين في الجمال يعني هم طبعا الثلاثه نجوم بس مين اكتر شبهك تحسي انه هيبقى فيه شقاوه ورومانسي وكل الحاجات كده شبهك؟ ممكن اقول رد دبلوماسي لطيف اتفضل الفنان احمد رمزي من الفنانين اللي انا بعشقهم من وانا صغيره والفنان الوحيد في حياتي اللي كنت من يوم ما اتولدت بزن على اهلي ان انا اشوفه لحد ما طنط ميرفت امين القمر حبيبتي ربنا يخليها لي طبعا ادتني تليفونه لما كان عايش يعني الله يرحمه الله يرحمه وكلمته وكنت انا لسه بعمل يعني ما كنتش لسه عملت الحاجات اللي هي يعني مش يعني قبل مرحله كباريه كنت بعمل كذا يعني مسلسلات يعني انا نفسي مش معروفه يعني قلت له دنيا سمير غانم فعرف بس بقيت الاسم يعني ان هو انا بنت سمير غانم وخلاص قلت له انا عايز اسلم على حضرتك ورحت له مخصوص في الساحل الشمالي يوم وسلمت عليه والفنان عمر الشريف برضو يعني كان عندي الحظ الجميل ان انا قابلته مرتين في حياتي او ثلاث مرات في مهرجانات يعني فهختار رشدي اباظة عشان ما قابلتوش يبقى الفنان رشدي اباظة